معنا معاني على اليوتيوب، لا تنسى الاشتراك. يسألوني عن أصل عبارة النظافة من الإيمان، ما هي حديث نهائيا، هي في 1478 جون ويسلي استخدمها وطلعها من الديانات البابلية ومن الديانات العبرية. هي ليست نصرانية الأصل ولا إسلامية، إنما شركة كلينكس اللي اشتهرت في الكويت استخدمت هذه العبارة وإحنا ترجمناها. فإحنا في الكويت نسمي المنديل كلينكس، وبالسعودية يسمونه فاين، لأن شركة فاين أقوى بالسعودية.